موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. أشرف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشكل مباشر على عمليات القوات الجوية لاستهداف غرف العمليات التركية الموجودة بمصراتة وعدد من القواعد الجوية بالعاصمة طرابلس. وأوضح المكتب الإعلامي للقوات المسلحة في منشور له عبر صفحته الرسمية أن القائد العام أكد أن الجيش الوطني سيحبط أي مشروع لإنشاء قواعد أجنبية تدعم الإرهاب أو تساهم في تمويله داخل ليبيا. وجه سلاح الجو عددا من الضربات لمجموعات مرتزقة من المعارضة الشادية التي تسميها حكومة الصخيرات قوة حماية الجنوب، والتي تحتل مدينة مرزق بعد أن هجرت أهلها. يأتي ذلك في إطار مساعي حكومة الصخيرات والمدعومة من قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية لضرب النسيج الاجتماعي ودعم مرتزقة شادية ضد أبناء ليبيا من مختلف القبائل الليبية. دان مجلس النواب بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له مدينة مرزق، مبينا بأن هذا الهجوم تشارك به عدد من التنظيمات الإرهابية وعصابات المرتزقة من المعارضة الشادية، والذي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. المجلس طالب في بيانه القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها. أكدت مصادر خاصة لقناة ناقية مع وزير داخلية حكومة الصخيرات فتحي باش أغا باستخراج ما يقارب 400 جواز سفر لصالح عناصر الحشد الميليشياوي بطريقة غير قانونية. وأفادت ذات المصادر بأن باش أغا أصدر هذه الجوازات من مقر صلاح الدين الذي سيطر عليه بشكل كامل. وأضافت المصادر بأن من بين المتحصلين على الجوازات عدد من المرتزقة الأجانب، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد. قال مدير مكتب إعلام مديرية أمن منفذ مساعد الحدودي من الرصعيطي، قال إن منظومة الجوازات من عهد النظام السابق مربوطة بإدارة جوازات طرابلس، ومع ذلك لا يستطيع باش أغا السيطرة على هذه المنظومة. وأضاف الصعيطي في تصريح لقناتنا أن باش أغا لا يستطيع أن يقفل المنظومة في منفذ مساعد أو مطار بنين أو أي منفذ آخر، هو لديه إمكانية التحكم في البيانات الخاصة بالمسافرين، مؤكدا في هذا السياق أن باش أغا لا يستطيع عن طريق هذه المعلومات إدراج الأسماء وبالأخص من يقومون بمساندة القوات المسلحة في قائمة المنع من السفر. ولمزيد من الأخبار تابع قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث الحي والمباشر على موقع القناة الرسمية ليبيا الحدث .net. شكرا للمتابعة، في أمان الله.